خير ما نفتتح به المحفل تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم، ومع القارئ المتميز قاسم القطري، فليتفضل تسبقه صلواتكم على محمد وآل محمد. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا،
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العلي اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله نشكر القارئ قاسم القطري على حسن تلاوته ونتمنى له دوام الموفقية في خدمة القرآن الكريم.